كان حكيما فليحفظ هذه وليفهم مراحم الرب. هللويا. التصقت بالتراب نفسي فأحينك كلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك. نعست نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني. اخترت لي طريق الحق وأحكامك لم أنسى.
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثاني إلى أهل كورنثوس. بركاته على جميعنا أمين. حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم، وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكسر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لميد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوم، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة الميد أبديا. نحن غير ناظرين إلى ما يرى، بل إلى ما يرى. نحن غير ناظرين إلى ما يرى، بل إلى ما يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. يا أبائي وأخوتي الجميع، شروبيم نمن سيرا في امنيان جيلوس نمن عرش انجيلوس نيستراتيا Eleison
أجيوس الشرو أجيوس أسانتوس وأناستاسك تنكرون إليسوني مس أجيوس أسيوس أجيوس الشروس أجيوس أسانتوس وأناستاسك تنكرون إليسوني مس السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس كل الذين أمرونا أن نذكرهم في طلباتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلصنا كلنا وشفانا كلنا ورجعنا كلنا وقامتنا كلنا Χριστός εμπορώ εν τεβού αυτό βεβούλ χενίες μούτ χεμ βιεχούε μα σωμ τελείε Ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Κρυφό بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته من تراتيل المزامير معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته إيه
مفتاك صوتك الله أكشف فراق افقر شو بخنك فلو شائني افقوا بنجي بكرفي افقوا انجبير خن اسمي في كنيسة شعبه مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما سافر دع عبيده وسلمهم امواله فاعطى واحدا خمس وزنات واخر وزنتين واخر وزنتان كل واحد على قدر طاقته وسفر فمضى الذي اخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمسا اخر وهكذا أيضا الذي أخذ الإثنتين ربح إثنتين آخرين أما الذي أخذ الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائلا يا سيدي خمس وزنات أعطيتني هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها فقال له سيده حسنا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيدي وزنتين سلمتني هو ذا وزنتان أخريان ربحتهما قال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك والمجد لله أيمان الليلويا 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 يسوع بخريستوس بورو انت بو يا ربي هو رب ربنا ابنم بيوتنا خاصوصنا
بابنا وما يسوع وبيس جنتين ونمشاين جفت مروت جفت نمبشيرين بابنا وما يسوع وبتتري سيدي كفو تنوش تموس تنتي أونس اجتمعوا كلكم يا أصحاب اللغات لنبكي ونتعزى بعزاء الرب من أجل أبينا ومعلمنا ومرشدنا المكرم أبينا القمص بيقول بسيلي تأملوه أيها العارفون تجدون دائما في وسطكم مخاطبا قائلا أودعك يا هيكل الرب حيث كنت أقدم عليك الذبائح لله أودعكم يا أبائي المحبين لله الكهنة المؤتمنين الذين لضابط الكل أبائي القمامسة والقساوسة شركائي في خدمة هيكل الله أودعكم يا أبائي القديسين لأنكم ترونني بعد أن أودعكم يا إخوتي الشمامسة شركائي في الخدمة سلام الرب يكون معكم ويحفظكم ويصونكم سلام الرب يكون معكم حتى تكملوا مسيحيتكم حقا حقا أقول لكم يا إخوتي الأحباء إنكم لا ترون وجهي بعد في هذا العالم الفاني اسألوا الرب عني يا أبائي وإخوتي لكي يتحنن المسيح على مسكنتي اطلبوا عني ليكون دخولي أمامه بدالة اطلبوا لكي يسامحني ويهبني رحمة أمام منبره ويدخلني بسلام إلى مسكن الفرح حيث 24 قسيسا امضي بسلام يا أبانا إلى حضن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب امضي بالسلام السلام معك الله يعيننا كما أعانك بشفاعة سيدتنا القديسة مريم وكافة القديسين معا أمين نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا هللويا المسيح ملك المجد قام من بين الأموات غير بيور بربينا نم بفيوتنا بابن ما يسوع بسجدتين ونمشائن جبت مروت جبيوت نمشي رينم بابن ما يسوع وبتتر يا سنجي كفولت نوشتمو سنتي اوناسن هذه النفس التي من أجلها اجتمعنا نفس أبينا المحبوب المتنيح أبينا القمص بيقول بسيلي يا رب نيحها في ملكوت السماوات افتح لها يا رب أبواب السماء وإقبلها إليك عظيم رحمتك افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحته للأبرار
والصديقين. افتح لها يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها يا رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة، ولتستحق أن تنظر النعيم، ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة، ولتتكئ في حضن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها يا رب جميع خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معنا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. وبرحمتك يا رب عز كل الذين خلفتهم وأهل بيتها، وألهمهم صبرا، عوضهم أجرا صالحا سمائيا. بشفاعة سيدتنا القديسة الطاهرة مريم وجميع صفوف السمائيين، فلتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك، أعطيهم برودة وثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي، وكن ناصرا لنا نحن المؤمنين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. ليسون كريا ليسون خنوم اسمي حقيقة نؤمن بإلهان واحد الله لا أبدابت الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نؤمن نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي، تألم وكبر وقام بين الموت في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين أحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد بثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتر معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي يا محب البشر اذكر رب انفس عبيدك ابانا اخوتنا زرقد ونفس عبدك ابينا القمص بجور بسيلي اطلبوا عنا اخوتنا الذين لقدوا تنيعوا في الايمان بالمسيح منذ البال ابينا القديسين راس العصاكفه وابانا العصاكفه أبينا القمامسة ومعهم نفسهون القمص بجول بسيلي وأبينا الخصوص وأخوتنا الشماميسة أبينا الرهبان وأبينا العلمانيين والنياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا رب ارحم ربنا يا نفوس جميعا في احضان ابائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب هنا في موضع الخضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من حزن وكاب والتنهد في نور قديسيك أبلام خيرات معيدك ما لم ترى عين تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بره انتقال وإن كان قد لحقهمت وأنت أفريت كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الذين ارسلتنا في المسكونة كلها ونفس ابينا القمص بجول بسيلي تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لانه ليس احدا طاهر من دنس لو كانت حياتي يوما واحد على الارض اما هم يا رب الذين اخذت نفوسهم
تفضل يا ربنا احوم واغفر لهم وهب لنا كمال المسيحين نرضيك امامك واعطيهم ويانا نصيبا ومراسا مع كفة القديسين يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك انت يا رب العالمين تمسك بركة اسمك القدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك لاننا كل تترجاك لانك انت لست في طعمهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء اكثر ارض كلها وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجير والى الابد امين. بارك انت يا رب علمني عدلك مبارك انت يا رب فهمني حقوقك مبارك انت يا رب انرني برك يا رب رحمتك دائما للابد اعمال لديك يا رب لا ترفض لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فان اخطات اليك يا رب التجات اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك لانك انت ولك انبوء الحياه ونورك يا رب نعي النور. فلتاتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيمي القلوب لك تجب البركه لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء الان والى الابد امين. جيد ولا اعتراف في الرب وترتل لاسمك ايها العلي ان يخبر برحمتك في ضلالات وحقك في كل ليله. قدوس الله قدوسك وقدس حي الذي لا يموت الذي قام من الموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك وقدس حي الذي لا يموت الذي قام من الموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك وقدس حي الذي لا يموت الذي قام من الموت ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل يوم ولا دار دور امين. يا ثالث القدوس ارحمنا. يا ثالث القدوس ارحمنا. يا ثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. اغفر لنا زلاتنا. فتقن مرضى شعبك. اشفي من اجل اسم القدوس ابانا خدنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من بخطي يا رب ارحمنا الذي بلا خطي يا رب عنك بطن اليك لان لك المجد والعزه وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا بارك امين. ام بخريستوس يسوس بن شوس امين الليلي اشيرين انت ويسوس امتى برسين في انت مصنوت اسمه في ام بخريستوس شير سيت اسمي سينان ام بيوين ام طاب مي بخريستوس بن نوتي تي بارتين وسثوف تي بارسين اسماري ام تي سوتو كوسو اب تي برستات تي ستن تابن كنست تي مترومي شيريني او تي بارسين اسورو من سيني شرب شوشون تبن جنس ريك فونان إمانويل انت اواري بم بات برستاتي ستن اوت نارم بن شوشتز بخريستوس تبكان انو بنان ابو تو تيرو نفمون رشيو بالاسخن وسليل جيبن شوشتز بخريستوس افتم في فلخني اسموت أبطال الموت وجعل الحياة دلنا وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن التي أسفل الأرض بواب الجحيم رأوا وخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه صحق الأبواب النحاس وكسر المدارس الحديد وخرج مختاري بفرح وتالي إلى العلو إلى مواضع راحتي خلصهم لأجل اسمي وأظهر قوته لهم لأجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرد القائلين هللويا 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 هللويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات نم ببيوتنا غاسوس نم بمنب وانسو وبيس جنتين ونم شايني سير مريم خنفه الصائب شو يصاوينا من باسم ريت استوب امو فريقو طب ريتي طب قون سنجي دابت خم باب سلمو جسو ايرات سنجتي اورو صاوينا من مكبورو من موتي روس خم بيغو انتني غو يتصوني هو طايفي ريتا بوليس امي روسالي افتي مني غو
ناری روز خنان میشن رانی به چوس جامی ول خن بن که بوس و سیت صد بن رو ماتا شیرینی اوتی برسین و سرم بن علی سینی شیرف شوشون ته بن گن سرک فونن منویل آری به موت برستاتی ستن اد نارم بن شویسن به خریستوس انتف کنن نووی نانی عندك يا مات المسيح توجت النساء حملات الطيب وطلبت بيك تيات فظلهن ميخائيل كانت آيته مثل البرك المنير ولبسه أبيض كاسر فاجب وقال للنسوة حاملات الطيب إن الذي تطلبن قد قام وليس هاهنا واسرعنا وقلنا لرسل أن قام من بين الأموات كما قال لكم الذي صلب قد قام وسيسبقكم إلى الجليل هناك ترون وقد قلت لكم عظيمة هي كرامتك يا مخير رئيس السماء لأنك أنت بشرتنا بكيامة الرب أي المسيح ملك المجد المصلوب عنا قد قمت من بين الأموات ومنحتنا بهجتك اشفع فينا أيها المبوك بالقيامة من خير رئيس السمائين ليغفر لنا خطانا اسبا فينا ريق نصراتي أنا أنجيلي كن مني طامن براني ينتف كان إنه في ناني فلت بهم شوي سري قلنا شوي سنيوت نبسطلس نمسي بماسي تستف كان إنه في ناني فلت بهم شيري نقو بمرتير الشيري بفانجلسي الشيري بابسطلس أف مركز بيسي وريموس شیری نکوب مرتی رو شیری بشوی گنگنیو شیری بی اصلو فروز بشوی سبورو گوارگیو شیری نکوب مرتی رو شیری بشوی گنگنیو شیری بی اصلو فروز بی آگیو صاف آمینه شیری نکوب مرتی رو شیری بیشوی گنگنیو شیری بی اصلو فروز بی آگی یوسف موریس شیری اگن بسلو فروز مرتی روز بی آگی یوسف موریس سفکن نو بی نانی بو شیری بین یوتاف انتونیوز بی خب سنتیتی متمون اخو شیری بین یوتاف ابلی بی من ریت بی خرستو شیری اگن شوی سنیوتن منو شیری آب انتونیوز مبا بابلین تفکن نو بی نانی بو عظيمة هي كرامات القديسين غير الجزدانيين كهنات الحق 24 قسيسة لأنهم قربون من الله وكائننا من كرسي يسبحون بالأفطار النار والليل جالسين على 24 كرسيا وأكليل على رؤوسهم وجمزة بأيديهم مملوءة بخورا مختارا وصلوات القديسين الذين على الأرض يقدمون إلى الحمل الحقيقي يظهرون بأسمائهم وهم كانوا على الأرض يطلبون من الرب عنهم من أجل إنهم قريبين من الله اشفعوا بنا يا كانت الحق 24 قسيسا ليغفر لنا يا ربنا ايح نفسا بين حبيب القمصة بقول باسير يا الغير على الإيمان واللغة القبطية يا ربنا يسوع المسيح اقبل إليك خدمة كاهنا كلا من أبونا القمص بقول باسير محب الله منذ صغره كان يخدم الكنيسة حب قوية بمحبته الكبيرة واتضاعه العظيم وباك بالحقيقة يا أبونا بقول باسيلي لأنك أكملت خدمتك في ألمانيا وفي مصر في دن
أنت في كل معرفة للكنيسة المقدسة في تاريخها ولغتها وطقوسها الروحانية. اطلب من الرب عنا يا أبونا القدس أبونا بقلب سيل ليغفر لنا خطايانا. بينصور اسم سيغون خني بتتشو تركن خيط وتشن سلبترن تسوتو كوستي يومبر سنسين سين فين. يوم في طوري ماز بن صوتي رنا غاصو سنتفل نقيس والهارون تفسم ننا ننتفيريني شيريني اوتي برسين وصور من اليسيني شرب شوشون تبن جنو سريك فونن امانوي تنتي اواري بما بات بروساتي ستن اوت نارن بن شوشت بخريسوس تفكنن وفنوني مون يكون مجدك وتعزلها القديسة وتلاع البنات المخلصين على ما تخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا موسى فاخر روسك للشهادات على سيدك انت سبعتك الناس وفلان خطايا نبشر بالسوس بصوت يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين كيكا دنو من بيلين واحد الله الهام ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق ساول في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء قدس مر من العذراء وتانس وصلب عنا العهد بلاصه بنت تالم قرى قام بالاموات في اليوم الثالث كما في كتب من السماوات وجلس عن يمين ابي وانا ياتي في مجدي ليدين لحول الاموات الذي لا يسمك انقضام قدس رب محمد بسم الله الناس كلهم مجدهم على والابن ناط في انبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه نترب معموديه واحده وننتظر يا مثل ما تحيا الدار لا تامين تنقوش تفول خايتين تيا نستاسيس تاني رموت نمبيون خنت بيون سنيوا أمي يا
ما أعظم أعمالك يا رب، قد صنعت كل شيء بحكمة، الأرض مملوءة من خليقتك، أنت الذي وهبت الحياة ودبرت الموت، وكلهم أحياء عندك، أي كل الذين استحقوا عظمتك. أنت هو إله الأحياء وأنت الباقي، تباوي بلا انتهاء من أجل آبائنا كلهم الذين رقدوا، ومن أجل التذكار المقدس الذي لأبينا المتنيح أبونا بنيود بجول بسيلي، هذا الذي خرج من الجسد وأتى إليك يا إله الكل، وقد رجع إلى الأرض التي أخذ منها، أما نفسه فهي وديعة طاهرة طوبوية، لتكن له راحة وبرود ونياح، ولتكن له درجة حسنة في مظل أصفيائك، وليشارك كل الذين سبقوا في نصيب وميراث القديسين الفائزين في كنيسة الأبكار برتبة الكهنوت، الموضع الذي وعدت به الذين أرضوك، ليكن قيامه أمامك في طهارة وبر واستقامة يا إله كل الأحياء. ونحن يا رب فإنه قليل وزمان غربتنا هنا على الأرض، فاحفظنا من كل الفخاخ الشريرة النجسة الغريبة عن طهرك الحقيقي، لكي نقترب إلى موضع قدسك ونفوز بغبطة أصفيائك في هذا الدهر وفي الآتي. هذا رجاؤنا نحن عبيدك المؤمنين باسمك القدوس وابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دار الدهور كلها. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. هل علينا نعمة رحمته الآن ولابد أمين، يعزنا علينا حبيبنا وأبونا كلنا ومعلمنا واللي تعب من أجلنا كلنا، يا من وعلم عمد ولادنا ونولنا في الكنيسة وزلنا في البيوت وافتقدنا بالتليفونات وعمل حاجات كتيرة أوي من أجلنا، عملنا قداسات عشان يتناول منها وقدم كل حاجة كويسة وكان كله حلو. أبونا بيقول كان بركة كبيرة وحيظل بركة كبيرة برضه، يعني هو كان موجود لكن هو حيبقى في ظل موجود معنا برضه، احنا هنعيش بالتعليم بتاعته ومحبته والمحبة اللي كان بيقابل بيها الناس، كل ما يقابل ناس او يقابل واحد ياخده بالحضن بتاعه تقول له انت تعرفه يا ابونا، لك ما عرفوش اول مره متقابله ياخده بالحضن، حاجه عجيبه قوي، يقبل كل الناس ويحاول ان هو يكسبهم للمسيح والربنا. ربنا عوض انا ابونا، ابونا بيقول على تعبه ومحبته. هو جت مناسبه في الخمسين في الفرح وعيد مارى جرجس كمان اللي هو كان اسمه جرجس اسمه جورج، وعشان كده مارى جرجس عيد برضه، وجه الاحتفال بتاعنا في الافراح الخمسين دي، بنقول يا رب ده هو ده بيبقى الحال حزين لما يكون واحد يتوفى او تنيح، لكن احنا الالحان بتاعتنا كلها فرايحي وحاجه حلوه، لان هو كان فرح كان دايما فرحان، لان لما نقابل واحد ياخده بالحضن كده ويقعد يتكلم معاه ويبقى فرحان معاه، يا ابونا في ايه؟ هي الحياه بتاعته كده كان كويس او لطيف او حلو قوي، ودايما يعزي الناس ويطيب قلوب خاطرهم. بركه صلواتك يا ابونا بيقول من اجلنا ومن اجل الكنيسه اللي موجوده في المانيا في كل حته، كنيسه الجامعه كلها، عشان ربنا يسترها علينا ويحافظ على اولادك اللي انت عمدتهم واللي انت كنت بتناولهم، ترجع ثرافتهم
واللي بتفتقدهم عشان يستمروا نعيش معاك يا رب زي ما انت كملت يا ابونا بيقول نكمل احنا كمان. ربنا يساعدنا زي ما ساعدك ويقوينا والكنيسة اللي انت غرستها هناك في فرانكفورت في كل مكان، مش بس موجودة في فرانكفورت الحتة دي، لكن كان له أولاد موجودين منتشرين في العالم كله مش بس في ألمانيا. طوب هاك يا ابونا بيقول هو ربنا اللي كافئك عن التعب بتاعك ده والخدمة اللي انت خدمتها. انا هسيب حد من ابائك كمل يكمل عشان يعني ابونا بركة كبيرة مش ممكن واحد يتكلم عنه عن الحاجات اللي عملها معانا احنا كمان ومع الكنيسة ومع الناس اللي بره اللي ما يعرفهمش واللي يعرفهم يا مكان، ومع غير المسيحيين وغير المسيحيين. كان رسالة مقروءة من جميع الناس وربنا يعوضه عن تعبه معانا كلنا. هقول حكاية صغيرة للأمانة حضرتني دلوقتي. قدس أبونا تنيح يوم الاثنين يوم الثلاث بالليل الساعة 12، واحدة بتتصل بيا من مصر تقول لي يا ابونا انا كنت بردم معاك في كنيسة الأعذار الزيتون وهقول لك على حاجة لازم اقولها. قلت لها قول يا ماما. قالت لي بعزيك في ابونا بيقول وعايز اقول لك ان انا ابونا بيقول لما كان لسه مرسوم جديد كان في ارض الجولف ليه 5 سنين، كان الكلام ده سنة 86 بعد ما انا اترسمت كاهن. فقالت لي انا ما كنتش اعرفك فانا رحت يعني بتجمن يعني، فراحت تعمد ابنها في كنيسة ارض الجولف عند ابونا بيقول. فبعد ما عمدته ابونا بيقول بينادها لها كده انت اسمك انت منين؟ انا اول مرة اشوفها في الكنيسة عايز يتعرف عليها يعني. فعرفته بنفسها فقال لها طيب وفين جوزك؟ قالت له موجود معي بس واقف بره لو ما دخلش معك. قالت له اصله كاثوليكي. قال له طب ومال؟ قولي له يجي انا ممكن يتكلم معاه. فدخل الراجل فقال له انت اسم انت عندك كم سنه؟ قال له 33 سنه. قال له الله 30 يعني من سن يسوع المسيح، انت عارف ان يسوع اتعمد وهو عنده 30 سنه؟ قال له اه. قال له طب ايه رايك تحب تتعمد في السن اللي اتعمد فيه يسوع؟ فالراجل بمنتهى البساطه وبحب ابونا وبشاشته وضحكه ما قدرش يقول حاجه. قال له اتعمد، عمدني دلوقتي، عمدني يا ابونا. فبتقول لي ياما في قصص يعني انا اسف للي هقوله ده يا سيدنا، بيخسروا الناس من اجل قساوه قلوبهم ومشاعرهم. ابونا بمحبه كبيره جدا وبقلب واسع قوي قدر في دقيقه يحتفظ بايمان كنيسته وبعقيدتها وفي نفس الوقت يقدر يساعد انسان على الخلاص والانضمام لعضويه الكنيسه. يا بختك يا ابونا بقول. ما دي صفات يسوع اللي بيحبنا اللي فتحت لنا ذراعته. صوره جميله قوي الحقيقه بتاثر فيا قوي اللي بشوفها محطينها في كنيسه فرانكفورت. ابونا هو واقف فاتح ذراعاته الاثنين، هو ده يسوع. اللي منكم بيقول ما شافش يسوع يبقى مش بيقول الحقيقه. بص في ولاده كده، هي دي صوره المسيح. شوفوا وتاملوا واعرفوا ويا ريتنا نسلك سلوكهم ونعمل زي ما كانوا بيعملوا بالمحبه نكسب الجميع. هنيئا ليك السماء يا ابونا بيقول. تعزياتي لاولاده البركه القديسين. الواحد ما يقدرش يتكلم الحقيقه عن ابونا بيقول ولا عن اولاده يعني انا وهم مش محتاجين العزاء ده، كفايه الواحد يبص في وشهم كده يتعزى. وزي ما قدس ابونا بيقول الفرحه اللي في قلب ابونا باستمرار. انتوا عارفين ان تصوني برضو تنيحت في ايام الخمسين يعني كان يوم الجمعه العظيمه وكان الدفن في بدايه الخمسين يوم شم النسيم تقريبا. فهم دول الناس بتوع السماء، الناس اللي فرحانين على طول، مفيش حاجه تقدر تلغي فرحتهم ابدا. لان هو كل انسان مسيحي لازم يكون فرحان. وانا اعتقد ان النهارده مهما كان الالم للفراق موجود في قلوبنا لكن من جوه كلنا فرحانين، مش كده؟ فرحانين قوي ان ابونا غلب ووصل للسماء
وقاعد مرتاح مع طغمة الـ24 كاهن وبيسبح تسبيح الفرح وبيرتل ترتيل الفرح. طباك يا ابونا. شكرا يا سيدنا حليم. نسكن سلام المسيح المسيح عام. انا من اريتريا ارثوذكس كومايند فرانكفورت. انا اتقاعد شهاد على ابونا بيقول من سنه 85 لغايه 90 كان قبل ما يكون عندنا كنيسه. ابونا بيقول هو كان يعني ايش نقول ما فيش كلام. أبونا بيقول أحسن واحد من قريه قساوسة اللي شفناه هنا. وسيدنا ميشيل كمان معانا هنا. متشكرين على كل اللي عملتوا لي علينا على أولادنا. وحتى اليوم نحن كنيستنا ما عندنا كنيسة زي ما عارفينه، بس ساعدنا في مسار صلاتكم كلكم. ربنا يساعدنا كلنا. وأبونا بيقول كمان يدي رحمة لكل جميع العالم كله. سلام لكل العالم وسلام لكلنا. أول شكرا. باسم الكنيسة احنا بنشكر سيدنا الأنبا ميشائيل على محبته وتعبه وعلى ساعة صدره ان هو كمان استضافنا هنا. ونشكر كل الاباء الكهنة اللي تعبوا وجم. ونشكركم كلكم على المجهود اللي انتوا تكفلتوه. ربنا يعزي الكل وربنا يدي نعمة وسندة لكل واحد فينا ببركة ابونا بيقول امين. أدريك أيوك أجيبنا فماتيك ننكاين كستوسيون أستونيون ونامين تنوشي بولنغو موجيو شويس إسوس بخريستوس بورو انتي بو أفتم في بولخن يسموت خنبيو إما شوم ستيمون ونينان كريالي Son kiriele, son kirie, vloge, son emines moeroes, moeroes, timitan ya kone, folgo embesmo. Emines eshobi. Thank you.